بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومائل للدفء على السواحل الشمالية ودافي على جنوب الصعيد. بالليل والصبح بدري الجو هيكون شديد البرودة على أغلب الأنحاء. كمان النهاردة في أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من أقصى غرب البلاد والصحراء الغربية ومناطق من شمال محافظة البحر الأحمر ووسط وجنوب الصعيد. خلونا دلوقتي نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، وطمنينا عن حالة الطقس، خصوصا أن الأيام اللي فاتت كان الجو بالنهار دافي، النهاردة مائل للبرودة. هو بالفعل يمكن إحنا اليوم هنلاحظ وجود السحب المنخفضة والمتوسطة اللي هتحيد جزء من أشعة الشمس، فبالتالي ده هيساعد أن إحنا نحس بالأجواء ما بين المائلة للبرودة للمائلة للدفء خلال فترة النهار. الايام الماضيه يمكن غير امس كان في طبعا زياده لفترات سطوع اشعه الشمس وحسينا بالدفء، قيم درجات الحراره كمان كانت اعلى من المعدلات. اليوم ايضا متوقع العظمى على القاهره الكبرى تكون 22 درجه مئويه خلال فتره النهار، ومع وجود طبعا السحب ده اللي هيخلينا نحس به الاجواء المائله للبروده خاصه في المحافظات الشماليه اللي هي السواحل الشماليه والوجه البحري والقاهره الكبرى. أجواء مائلة للدفء على محافظات شمال الصعيد، من دافية المائلة للحرارة على المحافظات الجنوبية اللي هي جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده هيكون خلال فترة النهار مع وجود بعض أشعة الشمس. لكن فترات الليل مع غياب التام لأشعة الشمس هيكون طبعا في انخفاض في قيم درجات الحرارة، الانخفاض ده هيكون ملموس أكثر في ساعات الليل المتأخر أو فترات الصباح الباكر، خاصة كمان إن اليوم هيكون في نشاط للرياح على مدار اليوم. وجود نشاط للرياح في اغلب المحافظات وخاصه في المحافظات الشماليه يساعد ان احنا نحس بقيم درجات حراره اقل، فده يخلينا نحس اكثر بانخفاض قيم درجات الحراره اذا كان فتره النهار او كمان فترات الليل. ففترات الليل هتكون اجواءها شديده البرود على اغلب الانحاء وخاصه في المدن الجديده، الاماكن المفتوحه، الاماكن اللي ليها ظهير صحراوي بشكل كبير. طيب نشاط الرياح ده محمل برمال واتربه؟ اليوم غير محمل بأي أتربة ورمال مصارة، فقط نشاط رياح يخلينا نحس بانخفاض قيم درجات الحرارة، مش هيأثر كمان على حركة الملاحة البحرية لأنها تظل معاها حركة الملاحة البحرية معتدلة، والبحرين هيكونوا مؤهلين لأعمال الأعمال الصيد والملاحة البحرية. لنوه كمان أن في فرص لسقوط الأمطار اليوم، يمكن هي بدأت بالفعل في بعض المحافظات. اليوم متوقع أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة على بعض الأماكن من السواحل الشمالية الغربية للبلاد، محافظات شمال الوجه البحري، تمتد الأمطار خفيفة لبعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية، مدن القناة، بعض الأماكن كمان من القاهرة الكبرى فيها فرص سقوط الأمطار الخفيفة، ومناطق من جنوب البلاد، أيضا بعض المناطق من جنوب البلاد فيها فرص أمطار خفيفة، بعض المناطق من سيناء هيكون عليها فرص سقوط امطار. فاغلب محافظات الجمهوريه اليوم هيكون عليها امطار لكن هتكون مختلفه الشده من محافظه للثانيه، في مجملها ان شاء الله غير مؤثره تماما على اي اعمال انشطه يوميه. الشبوره المائيه هي الظاهره الجويه المؤثره معانا اذا كان اليوم وخلال الايام اللي جايه كمان فتره الصباح الباكر، يعني اليوم الشبوره المائيه موجوده على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه وبتؤدي لانخفاض طفيف في الرؤيه الافقيه فترات الصباح الباكر، وسرعان ما هتتلاشى مع سطوع اشعه الشمس. بكره ان شاء الله متوقع ان الشبوره المائيه ممكن تكون كثيفه، يعني تاثر بشكل كبير على الرؤيه الافقيه على الطرق بالظبط، فلازم هنخلي بالنا من الشبوره المائيه. يمكن اليوم بتقيم درجات الحراره تعتبر حول او اعلى من المعدلات، احنا متوقعين خلال الايام اللي جايه يكون في مزيد من الارتفاعات في قيم درجات الحراره، مزيد من الاحساس بالدفء اكثر. يمكن ذروه الارتفاعات هتكون يوم الاثنين اللي جاي، عظمى على القاهرة الكبرى توصل ل 24 درجة مئوية، فالطقس هيكون دافي بشكل كبير. فهنا هنأكد على كل السادة المواطنين بلاش نخفف الملابس لأن فترات الليل لسه موجود فيها البرودة بشكل كبير، وخاصة فترة الصباح الباكر أو ساعات الليل المتأخر الأيام اللي هيكون فيها نشاط لريحة بتستفيد بالبرودة أكتر. فيعني ما نخففش الملابس، نستمر استبداء الملابس الشتوية على مدار اليوم كله، ومهم كمان القيادة تكون بهدوء تام مع وجود الشبورة المائية فترة الصباح الباكر وبحذر شديد، ونتابع طبعا النشرات الجوية السورية.
أشكرك في النهاية شكرا جزيلا الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبدأها بالقاهرة للعظمى فيها 22 والصغرى 13، العاصمة الإدارية 22-12، اسكندرية 21-12، العلمين الجديدة 21-11، مطروح 20-10، ودمياط 20-14، بورسعيد 20-14، إسماعيلية 22-11. السويس العظمى فيها 23 والصغرى 12، العريش 21-9، كاترين 19-4، وطابة 23-12، حلايب 27-16، شلاتين 30-17، شرم الشيخ 27-17، الغردقة 27-15. هنروح للفيوم اللي العظمى فيها 24 والصغرى 9، بني سويف 24-9، الوادي الجديد 28-10، وأسيوط 25-9، سوهاج 26-11، قنا 27-13، الأقصر 29-14، وأخيرا أسوان العظمى فيها 30 والصغرى 15. مشاهدينا دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. وعلى طول هنروح لبسنت محمد نكمل معاهم فقرتنا. شكرا ليك يا لميا.